استغلال الكهرباء مفتاحا لمستقبل أفضل. فقد تمتع الإنسان منذ ذلك الحين بالإنارة الساطعة عوضا عن الشموع الخافتة، وتوفرت له أساليب التدفئة الحديثة والماكينات التي تخفف عليه عبء العمل. وبقدر ما للكهرباء من جاذبية وسحر على الإنسان، فقد تكون لها آثار وخيمة عليه، سواء تعرض لتيار المنازل أم للتيار العالي. فإذا ما مس الإنسان سلكا كهربائيا أو تجاوز بوسيلة ما عوازل الأمان في الأجهزة الكهربائية، فإن التيار يسري حينئذ في جسمه. يطلق على هذه الحادثة تعبير الصدمة الكهربائية، حيث تصاب العضلات بما يشبه التشنج المتواصل. يتمثل المطلب الأول في مثل هذه الحوادث بقطع التيار أولا فالإسعاف ثانيا. وليكن واضحا أن التيار المنزلي مثلا يتسبب في حروق شديدة في المواضع التي يدخل منها الجسم. يكفي الترطيب بالماء الجاري للحلول دون تكون الفقاعات التي تنتج عادة عن الحروق. قد يتعرض المصاب بالصدمة الكهربائية لخلل لاحق في الدورة الدموية حتى وإن بدت عليه أعراض التحسن المؤقت، والأشخاص المهددون بذلك على الأخص هم الأطفال وكبار السن. لذا يتعين على المصاب أن يخلد إلى الراحة ويتجنب القيام بأي مجهود بدني، وقد يكون من الضروري طلب الطبيب أحيانا. الماء ناقل جيد للتيار الكهربائي، لذلك فإنه شديد الخطر إذا ما اقترن به، فينبغي على كل من يعمل بالقرب من منشآت كهربائية الالتزام الحذر الشديد، وحبذا لو يستعين المرء هنا بعازل من حصيرة أو قطعة من خشب. عند عدم إمكان قطع التيار دون التعرض للخطر، يتوجب تحرير المصاب رغم سريان التيار، وعلى المسعف في هذه الحالة أن يعزل نفسه أولا. يحاول المسعف هنا إبعاد المصاب عن التيار أو إسقاط الأداة الموصلة له من يده بواسطة عصا طويلة، ولا يجوز بالطبع استعمال قضيب معدني. يبدو أن المصاب في غيبوبة، لكنه ما زال يتنفس على كل حال، إذ لا يندر أن تؤدي مثل هذه الحوادث عند المصابين إلى توقف الدورة الدموية عن العمل. وينبغي الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فالخطر لا زال ماثلا، وتوقف الدورة الدموية قد يطرأ لاحقا. لذا ينبغي توصيد المصاب في الوضعية الجانبية المستقرة وتحري النبض والنفس باستمرار. يتوجب إعلام هيئات النجدة حتما، لأن تعرض المصاب للتيار فترة من الزمن ربما يكون قد عرض وظائفه الحيوية كالقلب والرئتين للضرر. قد لا يعلم سوى القليلين أن جهاز التلفزة يعمل بالتوتر العالي أيضا، وأن أي تدخل في مكوناته الداخلية قد يعرض الإنسان لأفضح الأخطار، وعلى الأخص من يجهل أسرار بنية هذه الأجهزة وعملها. وهكذا لا يجوز لغير الاختصاصيين لمس مكونات الجهاز الداخلي. المفروض أن لا يحدث شيء ما دام الرجل قد قطع التيار. بلى، فجهاز التلفزة المفصول عن التيار يظل مشحونا بالكهرباء حتى يبرد تماما، وقد يصل التوتر العالي المتجمع فيه إلى 25,000 فولت. إن أجهزة التلفزيون هي الوحيدة التي تعمل بالتوتر العالي بين الأجهزة الكهربائية المنزلية. قد لا تظل ضحية الصدمة التيار العالي متماسة معه، فقد يقذف بها بعيدا عنه، مما قد يعرضها للغيبوبة أو لحروق أو لسقطة أليمة، بل وربما لكسور في العظام. فعلى المسعف توسيد الضحية جانبيا وطلب النجدة فورا. ينبغي أن يشتمل كل إعلام على ما يلي،
مكان الحادثة وما الذي حدث وكم عدد الضحايا وما نوع الإصابة. قد يكمن الخطر وراء أحد الكابلات المتدلية من أحد خطوط نقل الطاقة، حيث ينشأ عنه على الأرض ما يعرف بمخروط التوتر. يتهدد خطر الموت كل من يقترب حتى مسافة 10 أمتار من مخروط التوتر هذا، وإن الاقتراب حتى مسافة 5 أمتار مميت حقا. يمكن للمرء أن يحس بالخطر على بعد 10 أمتار، حيث يغشى التنميل جلده وتصدر عن ملابسه طقطقات شبيهة بتلك التي تحدث عن الشرر المتطاير. لا يجوز مس ضحايا التوتر العالي بأي شكل كان، إذ أن انطلاق الشرر يهدد حياة المسعف أيضا. خير ما يفعله المسعف في هذه الحالة هو الخروج من منطقة الخطر المباشر بالوثب على القدمين معا، والمبادرة على الفور إلى إعلام النجدة، إذ أن كل ثانية قد تكون حاسمة بالنسبة للضحية. في الجبال تكثر العواصف، وما البرق إلا تفريغ شحنة هائلة من الكهرباء. يحسن بالمرء في هذه الحالة إلقاء كل شيء معدني من يده والالتجاء تحت سقف يأويه، وينبغي عدم الاحتماء تحت الأشجار وإنما تحت الصخور كما يفعل صاحبانا هنا. إن التيار الكهربائي أو التوتر العالي أو الصواعق ليس من شأنها أن تفل من عزم المسعف العليم بهذه الأمور، إذ ينبغي قطع التيار فورا في حال تعرض أحدهم لحادثة كهربائية، وإلا فإن المسعف نفسه في خطر، وينبغي عليه أن يتسلح بعازل قبل أن يبادر إلى مد يد العون إذا لم يكن من الممكن قطع الدائرة الكهربائية. إن الخشب اليابس أو صندوق الكرتون أو السجادة عوازل جيدة. يكمن في جهاز التلفزة توتر في منتهى الخطورة، يظل قائما رغم فصله عن التيار، فحري بغير الاختصاصي أن يقلع عن الاحتكاك بمكوناته الداخلية. خلف أحد الكابلات المتدلية من خط توتر عال قد يكمن الموت الزؤام، لأن الأرض قد تكون مغمورة بمخروط التوتر القاتل. الكهرباء آمنة ما دامت تخضع للسيطرة، ولنتذكر أن الإسعافات الأولية ضمان للحياة.